مهرجان العالمين. كشف مهرجان العالمين في دورته الأولى عن حفل جديد بيجمع أربع نجوم بيجتمعوا وهم المطرب أبو والمطرب عمر كمال وفريق الصواريخ ودبل زوكش في حفل غنائي يوم الخميس 31 أغسطس الجاري، يعني بعد أيام، في مدينة العالمين الجديدة. أعلنت شركة تذكرتي إتاحة تذاكر الحفلة على موقعها أمام الجمهور. بفكر بحضراتكم طبعاً أن مهرجان العالمين الجديدة يعني الفترة اللي فاتت يعني شفنا حفلات غاية وقمة في الروعة، وشفنا مهرجان، يمكن دي صورة مع حضراتكم لمهرجان الدراما اللي تم إطلاقه في نسخته الثانية من العالمين. مهرجان العالمين الجديد بيعتبر المهرجان الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والترفيهية والرياضية، واللي يمكن بتحصل لأول مرة على أرض مصر بالشكل الرائع اللي احنا تابعناه على مدار الأيام اللي فاتت كلها، وكان أحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. كانت معانا أول امبارح الأستاذة صفاء بالسعود من بره مصر، وكانت بتتفرج وقالت إن في ناس معاها بيتفرجوا مش فاهمين اللغة اللي بتحصل، لكن شايفين الإبهار اللي حاصل والروعة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة والمهرجان العالمين. كل ده في ظل التوجه العام إن مدينة العالمين الجديدة تبقى أفضل وجهات السياحة في العالم. للمزيد بينضم لينا عبر الهاتف المطرب عمر كمال. مساء الخير يا فنان. مساء النور زوزيز، منور، ربنا يخليك يا رب، وتحياتي لكل مشاهدينا. بالتوفيق ان شاء الله في حفلة 31 بعد 3 أيام من النهاردة. كلمنا بقى عن العالمين ووجودك في المهرجان الكبير ده. والله يعني شرف يعني كبير ان شاء الله هنقوله بعد 3 أيام نقف على المسرح الكبير والجميل ده. انا بقول دايما يعني انا النهارده مثلا كنت في كندا، طبعا عملت حفله كبيره وبسافر الوطن العربي واوروبا وكله، بس وقوفك يعني في قلب مصر في مهرجان مهم زي ده مسؤوليه كبيره، بيخليني يعني اشتغل على نفسي، ولو انا فيها حاجات مش كويسه بعدلها، لان انت الناس بتحطك في مسؤوليه وبتقول لك انت شخص كويس، تعال اقف على مسرح كبير زي ده. اكيد بحاول اعدل من نفسي وبحاول اعمل حفله كويسه ان شاء الله باذن الله تطلع يوم الخميس تشوفوها باذن الله. ان شاء الله. محضر ايه بقى للحفله؟ والله محضر الحفله يعني اللون بتاعي اللي هو المهرجانات اللي انا اصلا رايح عشانه والاغاني المشهوره، والى جانب عايز شويه اغني طرب، يعني انا عايز اقدم حاجه مدلي مثلا للاستاذ عبد الحليم اشتغل عليه. في ناس بتشبهني ان انا من مدرسه الاستاذ محمد فؤاد، ممكن احضر له اغنيه اغني حاجه لمصر، ده كله بحضره. حتى انا النهارده اول بروفه يعني بعد ساعه او ساعتين هبدا فيها، اشتغل ال3 ايام النهارده وبكره بعض بروفات، بحيث تطلع حاجه كويسه ان شاء الله يوم الخميس. رجعت من كندا خلاص؟ رجعت. الحمد لله الحمد لله على السلامه. هو الحفل طبعا يعني في جمهور كبير هيبقى منتظر الحفل ده، بنتمنى لك التوفيق ونشوف ليله طربيه جميله ان شاء الله، يعني تليق ب مهرجان العالم عالمين ومدينة العالمين الجديدة ومصر عموما إن شاء الله بإذن الله. وأنا بشكر جدا يعني الشركة المتحدة بالأخص وكل القائمين عليه، لأن بجد يعني سريعة مش طول عليك، عايز أوضح لك حاجة. اتفضل. أنا اتعامل السنة اللي فاتت متهيألي المهرجان واللي قبليها، أو السنة اللي فاتت كان أول حاجة انطلق يعني، بس الصراحة في تطور كبير، يعني أنا واحد بنغني في كل حتة في مصر، بس كنا بنشوف شوية الحاجات دي مش بنوصل لها، لكن السنة دي بصراحة هم جابوا كل الالوان الغنائيه، تراب وراب وشعبي وطرب وغنى واندر جراوند، كله 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 بيغني في المهرجان بصراحه. فزي بقول لك انا ده بيخليني انا اشتغل على نفسي اكتر، وعشان اطلع حاجه كويسه، عشان زي ما النجوم الكبار ظهرت بشكل كويس انا كمان اظهر بشكل كويس وكده. فحابب جدا اشكرهم على اختيارهم ليا، وان شاء الله بقدم المسؤوليه دي ان شاء الله، وان شاء الله اعمل حفله كويسه جدا. فنان جميل عمر، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق لحضرتك، ونتمنى لك سهره جميله، وهنشوف مع بعض ان شاء الله يوم 31. شكرا للمطرب عمر كمال لوجوده معنا في التاسعه.